والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة تراند وأبرز ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المغردون التونسيون والعرب مع محاولة أحد أفراد الأمن الفرنسي سحب علم فلسطين من مشجعين للمنتخب التونسي أثناء مباراة ودية جمعت منتخبي تونس والبرازيل على الأراضي الفرنسية. وتفاعل المغردون العرب مع هذه الواقعة من خلال نشر الفيديو في حساباتهم وكتابة تغريدات أشادت في معظمها برفع العلم الفلسطيني، في حين استهجن مغردون آخرون كيفية تعامل الدول الغربية ومن ضمنها فرنسا مع القضايا، واصفين إياها بسياسة الكيل بمكيالينا. وعلى إثر هذه الحادثة انهالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ التفاعل على وسم تونس لبرازيل 7,400,000، بينما بلغت التعليقات نحو 5,000,000، أما عدد المشاركات فقد فاق 2,000,000. ذروة التفاعل مع هذا الوسم سجلت يوم أمس بمعدل وصل إلى 2,200,000. وكنا قد طرحنا عليكم سؤالا على تويتر جاء فيها: بعد سحب رجل أمن فرنسي علم فلسطين من أحد مشجعي المنتخب التونسي، هل تعتبر هذه الحادثة عنصرية تجاه العرب؟ وقد جاءت نتيجته كالتالي: 93% قالوا نعم و 7% قالوا لا. وللحديث أكثر عن الموضوع نستضيف الصحفي الرياضي مكي العوني من تونس. أهلا بك معنا ضيفا على برنامج شبابيك. سيد مكي، يعني البعض ركز خلال المباراة التي جمعت المنتخب التونسي أمام نظيره البرازيلي على ما صدر من الجمهور التونسي أكثر من المباراة نفسها، لماذا؟ مرحبا أولا بك وبجميع المشاهدين. بالفعل كان هناك تجيش بخصوص حادثة الموزة التي تم رميها في اتجاه لاعب المنتخب البرازيلي ريتشارليسون. تم توجيه كل شيء بهذا الاتجاه، لم يتم الحديث عن السلوك الحضاري للجماهير التونسية في مواجهة البرازيل. الجماهير التونسية تقريبا 40,000 متفرج كانت حاضرة لمشاهدة المنتخب التونسي ضد المنتخب البرازيلي. تم الإشادة فقط أو الحديث فقط عن حادثة تم وصفها بالعنصرية، وهي يمكن أن تكون غير عنصرية، لأن الجميع يعلم أن الشعب العربي عموما والشعب التونسي خصوصا هو ليس شعب عنصري. طيب، الحادثة التي أغضبت البرازيليين كانت حادثة فردية، هل تستحق كل هذا التعميم ووصف نحو 40,000 مشجع بالعنصرية؟ بالضبط، هذا هو صميم الموضوع. يعني تم التخلي عن كل شيء وتم التركيز عن الحادثة، وكان خاصة وسائل الإعلام الفرنسية ووسائل الإعلام البريطانية ربما التي تحدثت بإطناب حتى أكثر من وسائل الإعلام البرازيلية المعني الأول بالملف. تم التركيز عن هذه الحادثة وتم التغاضي عن السلوك المثالي للجماهير التونسية في المباراة، خاصة أنه هذه المباراة سبق عديد المباريات لمنتخبات أخرى، وقد حصلت أحداث عنف واجتياح للملاعب. كذلك هي حادثة معزولة يجب التحقيق فيها. إن ثبت أن تونسي يجب أن تعتذر الجامعة التونسية لكرة القدم، وهو ما قامت به، لكن لا يمكن التركيز عن حادثة معزولة مثل هذه الحادثة. نعم، ابقى معي سيد العوني. ومتابعة لهذا النقاش ينضم إلينا مجموعة من المشاركين عبر تطبيق زوم، أرحب بكم جميعا وأبدأ مع إلياس. إلياس، من خلال متابعتك للمباراة الأخيرة التي جمعت تونس والبرازيل، هل تعتقد أن هناك حالة من التحامل والتشويه للجمهور التونسي؟ أكيد هناك عملية تشويه كما قال مكي، يعني خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي رأينا يعني كيف الصحف الأوروبية والصحف البرازيلية تعاملت مع هذا المشكل وتناسوا طبعا الأجواء الجميلة التي رأيناها في ملعب البارك دي برانس خلال المقابلة. ولكن أعتقد أنه حادثة الموزة ليست هي الأولى في كرة القدم. تابعنا في وقت سابق كيف في إحدى المباريات في الدوري الإسباني
وقتها داني ألفيش لاعب البرازيلي كان يلعب في برشلونة، تم يعني رميه من قبل واحد من مشجعي اعتقد اشبيليا بموزة، وأثارت هذه الفعلة ضجة كبيرة جدا في الوسط الرياضي في أوروبا. ولكن المشكل في حادثة مباراة تونس والبرازيل، لا أحد يؤكد أنه من رمى بتلك الموزة هو مشجع تونسي، لأنه في حقيقة الأمر المقابلة صحيح أنه معظم الجماهير الحاضرين في ملعب البارك دي برانس نعم. هم تونسيون، ولكن لا أحد يؤكد إلى حد الآن ولكن أن هناك الذي رمى. جنسيات أخرى أيضا متواجدين مع الجمهور التونسي، أغلبهم يعيشون في فرنسا. أذهب إلى نور. نور، ما رأيك أنت؟ تحية لك بداية ولكل المتابعين. يعني أنا أنظر للموضوع من ناحية كما قلت بداية، بأنه هل الأمر هو كيل بمكيالين؟ يعني ماذا لو كان العلم هو علم غير فلسطيني، علم لأوكرانيا أو لأي دولة أخرى، هل كان التصرف والتفاعل سيكون بنفس الطريقة أم لا؟ أعتقد بأن الشعوب حاليا سواء الفلسطينية أو كل من يؤيد القضية الفلسطينية يبحث عن أي طريقة أو أي وسيلة للتعبير السلمي. كان رفع العلم هو عبارة عن تضامن، وهذا التضامن لكل ما يحدث الآن في واقع الساحة الفلسطينية من أحداث. هذا التضامن كان من الممكن أن يمر بمرور سلمي دون تسليط ضوء عليه بصورة سلبية أو دون قراءته بصورة سلبية، هو فقط نبض الشارع، الشارع الذي ما زال مستمر رغم تطبيع الكثير من المؤسسات أو نعم. المسؤولين، لكن ما زال هذا النبض مستمر بأنه إحنا مع هذه القضية. فعندما أقرأ هذا الأمر أنظر له بصورة عنصرية، نعم، لأن تحديدا كان ردة الفعل هذه لأن هذا العلم هو من ضمن الأعلام الذي قد لا ترضى عنه الآن موازين القوى العالمية، أما لو كان غيره لكان الأمر مختلف بالتأكيد. شكرا لك. أعود إليك سيد عوني، ذكرت نقطة مهمة جدا وهو تعاطي الإعلام الفرنسي. كيف رأيت هذا التعاطي لهذه الأحداث المرافقة للمباراة؟ الإعلام الفرنسي وكذلك الإعلام البريطاني اعتمدوا مكيالين يعني للحديث عن هذه الحادثة وعن مباراة البرازيل. تم التغاضي عن كل شيء وتم تركيز عن حادثة عنصرية، وأؤكد مرة أخرى أن يمكن أن تكون حادثة غير عنصرية، يعني من يعلم قصد من رمى الموزة؟ قبل رمي الموزة تم رمي أشياء أخرى، يعني وسائل الإعلام الفرنسية توجهت مباشرة إلى الوسم العنصري للحادثة قبل حتى التحقيق في الحادثة، من المسؤول عن الحادثة، من رمى الموزة. ونعرف الشرطة الفرنسية لو أرادت الكشف عن صاحب هذه الفعلة لتم الكشف عن صاحب هذه الفعلة، فوسائل الإعلام الفرنسية استغلت أول فرصة لتشويه الجماهير التونسية التي كانت حاضرة والتي كانت مثالية في ملعب حديقة الأمراء. الاتحاد البرازيلي يطالب بعقوبات، من هي الجهة التي ستتحمل هذا برأيك؟ هو قانونا أولا يجب فتح بحث تحقيقي في هذا الملف. هناك تجهيز كبير من وسائل الإعلام البرازيلية وحديث عن عقوبات أنه يمكن تسليطها على الجامعة التونسية لكرة القدم. هذه العقوبات قد تصل تبدأ من عقوبة مالية بقيمة تقريبا 100,000 دولار، وقد تصل إلى سحب نقاط من يعني من رصيد المنتخب الوطني التونسي في المسابقات الرسمية القادمة. لكن كيف لأن نحمل المسؤولية الجامعة التونسية لكرة القدم؟ كيف يمكن إثبات أن الجامعة التونسية والاتحاد التونسي لكرة القدم يتحمل المسؤولية في هذه الفعلة؟ من يثبت أن من قام بالفعلة تونسي أولا؟ والاتحاد التونسي نشر بلاغ بهذا الخصوص أشاد بالسلوك المثالي، وقال أنه يعتذر عن الحادثة في صورة أنه من رمى الموزة هو تونسي. لكن لا يمكن تحميل الاتحاد التونسي ومنتخب تونس مسؤولية فعل فردي حدث في ملعب حديقة الأمراء. أذهب إلى ماهر. ماهر، هل تتفق أن هناك ازدواجية في المعايير مع التعاطي من قبل بعض الدول الغربية مع قضايا عربية على غرار محاولة افتكاك علم فلسطين من يد أحد المشجعين التونسيين؟ نعم، تحية للجميع. يعني لا شك أن القضية لا تتعلق بقضية الموزة، بل هي تعكس يعني هذا الفعل للأجهزة الأمنية الفرنسية يعكس حقيقة السياسة الفرنسية الداعمة
للاحتلال الإسرائيلي، وفرنسا يعني لديها الكثير من هذه الأفعال التي تؤيد من خلال الاحتلال الإسرائيلي. هناك كان كثير من الفعاليات التي تدعم القضية الفلسطينية وتدعم شعبنا الفلسطيني، وخاصة ما يجري في القدس. قامت هذه يعني السياسة الفرنسية بإلغاء مثل هذه الفعاليات، وبالتالي هذا يعكس حقيقة أن هناك سياسة فرنسية تدعم الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هنا نحن في أوروبا ونتابع الدوري الأوروبي، كثيرا ما يرفع العلم الإسرائيلي. لماذا لا يتم فعل من قبل الأجهزة الأمنية هنا في أوروبا أن تقوم بإزالة هذا العلم الإسرائيلي؟ لماذا يتم التعامل فقط مع العلم الفلسطيني؟ فحقيقة هناك ازدواجية في المعايير تجاه القضية الفلسطينية وتجاه كل من يدعم القضية الفلسطينية. وأيضا نحن نثمن يعني كشعب فلسطيني هذا الموقف التونسي من شعب الجماهير التونسية التي رفعت العلم الفلسطيني، وأيضا نثمن كل المواقف الرافضة للتطبيع الرياضي مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الرياضة هو مدخل يعني يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي للدخول إلى شعوبنا العربية والإسلامية، ولكن هناك مواقف رياضية ترفض التطبيع مع هذا الاحتلال. نحن نثمن هذه المواقف وندعو إلى التضامن مع كل لاعب عربي وهذه الشعوب والمشجعين وغير عربي وحتى الأوروبيين، نتضامن معهم ضد أي حملة تشويه يقوم بها الاحتلال ضد من يرفض التطبيع الرياضي مع هذا الاحتلال. أعود إليك سيد عني بسؤال أخير أختم به معك هذا الملف. حادثة محاولة افتكاك علم فلسطين من يد مشجع تونسي، برأيك هل هو خروج على الضوابط أو قواعد الضوابط الفيفا، أم هي ازدواجية في المعايير كما يصفها البعض؟ هي قطعا ازدواجية في المعايير، فلماذا لم تتدخل هذه المؤسسات حين منح يعني تشيفشينكو شارة القيادة، يعني شارة قيادة أوكرانية لقائد المنتخب البولوني؟ لماذا لم تتحرك هذه المؤسسات حينها؟ لماذا لم تتحرك حين أدخلت السياسة في الرياضة في يعني في مواضيع أخرى وفي مقابلات أخرى؟ لماذا يتم حرمان مشجع من رفع علم؟ هنالك كيل بمكيالين، لو كان العلم علم دولة، أي دولة أخرى، هل كان سيتم حرمانه من رفع هذا العلم؟ لماذا؟ هل أن العلم الفلسطيني هو بمثابة بالفرنسية تابو بالنسبة للفرنسيين، لا يمكن رفع العلم الفلسطيني في فرنسا؟ هل هو ممنوع؟ هذا هو يعني الكيل بمكيالين والتغاضي عن قضايا أخرى وأعلام أخرى يمكن أن تكون أكثر تمييزا وأكثر عنصرية من يعني حرمان تونسي أو جزائري أو أي عربي من رفع علم فلسطين خلال مشاهدته لمباراة بلد عربي. الصحفي الرياضي المكي العوني، شكرا لك على هذه المشاركة، كما أشكر كل ضيوفي عبر تطبيق زوما.